أمضى أعضاء الفرقة الصاروخية يومهم هذا في إصلاح مركبة الاتحاد، واليوم يجب أن يقوموا بحماية المولد النووي المزمع بناؤه لمحطة توليد الطاقة في العاصمة. لميس، كيف هي المركبة الآن؟ أخبريني. المحرك في وضع جيد، سأقوم برحلة طيران تجريبية. حسنا، استمتعي برحلتك. شكرا. اسمع أيها الوحش الخفي، ملتك تحطيم مولد الطاقة النووية. هيا يا دلولو، نفذ ما أمرتك. استفد من قدرتك على الاختفاء، إيقاع أعضاء الفرقة في مفسدتك. حطمهم. هيا يا دلولو، حطمهم جميعا. حبيبي بلسن، عد إلى قاعدتك، مفهوم؟ عد، إني معك يا بلسن. بلسن، 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 أوه، بلسن، بلسن، النجدة، النجدة، النجدة. يا إلهي. النجدة. 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 لا تخف، لا تخف، أعطيني يدك. هل أنت بخير؟ ألم تصب بأذى؟ كلا، لم أصب بشيء، شكرا. ما الذي تفعله فوق هذه الجبال؟ بلسم هو السبب. بلسم؟ جئت إلى هنا من أجل حمامتك. بلسم هي حمامتك؟ الحمام طير رائع، طيرانه جميل، يطير كما يحلو له، وأنا أحبه كثيرا. لكنك ابتعدت كثيرا عن بيتي. ولكن ستكون أمك قلقة عليك. هيا سأأخذك إليها، ما رأيك؟ شكرا، أستطيع العودة وحدي إلى البيت. ولد غريب. غريب. هنا لميس، وجدت وحشا على سطح الجبل الأشم. ماذا؟ حسنا، شاغليه يا لميس، شاغليه. لميس وكمال المسؤولان عن ذلك. إنه حقا لأمر مزعج.
تحمل من الحبة قبة. قول الحقيقة يحتاج إلى شجاعة. كمال على حق، لا يمكن أن نصدقك على ذلك. يجب أن نحرر تقريرا مفصلا بالموضوع ونرفعه إلى الحكومة حالا. أمرك. أولا موضوع الرادار. حاضر سيدي. لميس، أنت الآن متعبة، اذهبي واستريحي في فراشك. شكرا سيدي. هناك شاهد على ما رأيت. نعم الصبي، لابد أن يكون قد رآه، يجب أن أعثر عليه. لميس كانت سعيدة لأن جميع أعضاء الفرقة صدقوها. لميس قررت أن تبحث عن الصبي وأن تأخذ أقواله كوثيقة إضافية، ولكن كلا كلا لا مشاهد. لم تشاهد؟ ليس لديه وقت للذهاب إلى مثل هذه الأماكن، إنه مشغول بمدرسته يوميا ولا يمكن أن يكون هو. ولكنه كان هناك. بالإضافة لذلك لقد سببت ضررا لمزرعة زوجي وشغلت ولدي بمواضيع لا علاقة له بها بتاتا. ماذا؟ جلال جلال، لماذا لم تقل الحقيقة؟ جلال جلال. كذاب، كيف ذهبت إلى الجبال وحدك؟ الصحيح ذهبت بنفسي. غير معقول. نعم شاهدته. أنت تكذب. غير معقول. أنت تكذب، متى ذهبت هناك؟ ذهبت بنفسي، لا يصدقوني. حقا؟ لقد ذهب جلال إلى الجبال لتدريب حمامته وقد رأيته هناك. لا. صحيح، لا يصدقوني. سامحني يا جلال. إني آسف، سامحني أرجوك. ماذا حصل؟ رأيتك هناك، أليس كذلك؟ نعم رأيتيني. صحيح فعلا. جلال، هل ستقول لهم الحقيقة؟ سأفعل. قلت الحقيقة أمام والدتي، لعقبتني على هروبي من المدرسة. إني آسف لما حصل، سامحيني. كلا، أنت شجاع. لميس طلبت من والدة جلال أن تسمح له بقول الحقيقة لها، ولكن كيف تترك الشاهد يعود إلى منزله؟ اذهب واقضي عليه، اذهب. سوف يشفى بلا شك. لماذا الكذب إذن؟ تتحدثين عن وحش والحقيقة أنك تريدين أن تخفين الخسائر التي ألحقتها بالمزرعة. لماذا؟ سيدتي صدقيني، قلت الحقيقة. هل عندك شهود؟ كلا سيدتي، لا شهود عندها، ولكني أصدقها وليس لها مصلحة فيما تقول، فأرجوك صدقيها. الأشياء المخفية لا يمكن أن تكون حقيقة. جلال. جلال، وحش، وحش القادم. جلال سيدتي، أرجوك أن تصدقيها. انتبهوا، ظهر وحش في ضواحي المدينة. ظهر وحش في ضواحي المدينة. إنه هو بالتأكيد وحش. صحيح، لقد أساء هذا الوحش للطفل ولا بد أن يأخذ جزاءه. اذهبوا جميعا إلى هناك، هيا. حاضر سيدي. لميس ابقي هنا. حاضر. أسرعوا، المحطة النووية هناك، هيا. وماذا بشأنها؟ إذا حطم الوحش المحطة النووية ستنتقل الأشعة فوق العاصمة بدقائق، هيا أسرعوا. حاضر. آسف لميس،
لن أدعك تذهبين لأنك ستندفعين مخاطرة بحياتك. هناك عمل ينتظرك. تذكري كيف اختفى الوحش. أريد منك أن تتذكري. سأحاول. لن يعيقك أحد. حطم المحطة النووية. هجمها بالنار. هاجمه من مكانين أولا. هيا أمره. عمل أي شيء. لف من حوله يا دهام. لف من حوله. سلوه حول أنا وهمة. والآن سأصوب القنبلة الصاروخية إلى صدرك. هيا. في خطر. كرولو اخطي عليهم. بلا اين انت يا لميس؟ هذه هي سنة الحياة. لقد ابتكرت القوة الصاروخية سلاحا جديدا يتناسب مع العدو الخفي. لنقضي على الوحش يا كمان. حسنا هيا يا لميس. هيا أمرك. كمال لنتحول إلى الرجل.
الشجاعة والصراحة لا تقل أهمية عن العلم. شكرا لك. شكرا. سأتطوع في القوة الصاروخية الموحدة عندما أكبر. سننتظرك يا عزيزي، سننتظرك. سننتظرك يا جلال. شكرا لكم جميعا. شكرا لك يا لميس. جلال، اعتني بوالدتك ودروسك أيضا.